بيتجدد معنا اللقاء دايما بهي سيلبرتيز. معي انا ليندا بعيني، واليوم حيكون لنا جوله سريعه على صور وفيديوهات مشاهير الفن على انستغرام وسناب شات. 10,000 دولار لافضل ريميكس من الفنانه احلام، وكارول سماحه هي افضل مؤديه بالشرق الاوسط. وكيف ظهرت اليسا باحدث صورها لغلاف الالبوم. اما ميريام فارس فبتنشر صور بتياب البحر على انستغرام، والفنان المصري مصطفى قمر مصاب بكسور بايده وراسه. ومنشوف بعد انقطاع 47 عام من المشاركه المصريه، شيرين بتوقف على مسرح بعلبك. البدايه حتكون مع الفنانه الاماراتيه احلام، واللي اعلنت عبر حسابها الشخصي بموقع الصور الشهير انستغرام عن جائزه ماليه قدرها 10,000 دولار لافضل ريميكس بتم تقديمه لاغاني البومها الاخير يلازمني خيالك. احلام قامت بعمل هيدي المسابقه كنوع من انواع الترويج لالبومها، واللي طرحته من فتره واحتفلت بانطلاقه من مصر. أيضاً من أهم الأحداث اللي تناولتها صفحات السوشيال ميديا خلال هيدا الأسبوع، حفل جائزة داف باما ميوزيك أوردز واللي حضروا عدد كبير من نجوم الفن. وحصلت كارول سماحة على جائزة أفضل مؤدية بالشرق الأوسط. ونشرت كارول بسبب هيدي المناسبة مجموعة صور بتجمعها بالمطرب محمد منير بحفل العشاء وعدد من النجوم المشاركين بالحفل. أما المطربة إليسا فاختارت جوني بلبنان لتصور أحدث فوتو سيشن لإلها، واللي بتستغله ضمن الحملة الدعائية لألبومها الجديد اللي بتستعد لطرحه مع شركة روتانا خلال أيام. ونشرت إليسا صورة لإلها من هيدي الجلسة. سحرنا يالي للصبح يالي وما أنا ما تمشي يا قمر الليل يا محلى الليل ويا حبيبي. أما الفنانة ميريام فارس فقررت أنه تثير الجدل حولها من جديد، وذلك بعد نشرة لصورة جديدة على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستغرام، وظهرت فيها وهي بتلبس ملابس البحر. وما علقت ميريام على الصور واكتفت بطرحها لتشاهد رد فعل الجمهور عليها، وبالفعل انقسم الجمهور بين اللي حابب الصورة واللي ما حبها. حالة من القلق والتوتر ظهرت على جمهور الفنان مصطفى قمر بعد نشره لصورة لإله من داخل المستشفى وهو مصاب بكسر بإيده وراسه، إلا أنه عاد سريعاً ليطمئن الجمهور عليه، مؤكد أنه هيدي الصورة تم التقاطها أثناء تصوير فيلمه الجديد فين قلبي. نهاية جولتنا حتكون مع الفنانة شيرين عبد الوهاب اللي أحيت مؤخراً حفل جماهيري ضخم بمهرجان بعلبك، حيث انه اول فنانه مصريه بتوقف على هيدا المسرح بعد غياب 47 عام من المشاركه المصريه. ونشرت شيرين صور لها اثناء احياء الحفل ولابسه فستان مطرز بالورد البلدي لتعبر عن مدى سعادتها بهيدا الحفل النادر.